جاهزين بالقيمه المضافه ولا لا. بس اروح للاستاذ محمد في فكره بقى ده النقطه لسه ما ناقشناهاش، فكره مردود ده على التجاره وحركه التجاره سواء هنا او في منطقه بورسعيد بصفه عامه. يعني هو طبعا تعرف حضرتك ان في مخطط عام بيقوم بيه دار الهندسه مظبوط بالنسبه للمنطقه بالكامل، في منطقه صناعيه، في منطقه سياحيه، في مطار لان خد بال حضرتك برضه ومنطقه. بس انا بقول ليه المطار؟ لان في حاجه اسمها حركة النقل متعدد الوسائط، انك تستخدم الوصلات البحريه مع الوصلات الجويه مع الوصلات البريه، انك توصل السلعه باسرع وقت ممكن وباقل تكلفه ممكنه. لازم الشبكه دي كلها تبقى كامله، ده افضل حاجه. واحنا موقعنا الفريد من وجهه نظري اتصور انه مستقبلا لازم يكون في خط سكه حديد بيطلع من شرق التفريعه بينزل عبر الاردن بيخش على الخليج عشان تستكمل منطقه تسهل، لان برضو النقل البري قد يكون اقصان السكه الحديد ممكن يكون له يعني وسائل زي ما انت عملت الطريق الساحلي الدولي. اي صحيح. وربط من هنا مظبوط. فيبقى ده المكونات الاساسيه. لكن ايه بقى المحيط اللي في منطقه الاستزراع السمكي برضو حضرتك موجوده بحوالي 34,000 فدان هيبقوا مزارع سمكيه. صحيح. ده هيمكن من احتياجات السوق ثم للتصدير عشان يجيب عمله حر. ده حضرتك كل الامور دي اللي هي متوقع لها المستقبل للمنطقه. طب المنطقه الصناعيه يا استاذ محمد، المنطقه الصناعيه مقاومتها ايه؟ هل هي لخدمه برضو المينا ولا لخدمه منطقه بورسعيد؟ انا تصوري حضرتك تصوري الاقتصادي انها منطقه الاصل فيها انها لخدمه التصدير والتجارة العالمية بحرين. لأن لاحظ حاجة حرام، هي ممكن هتشتغل محلي ولكن شغلها المحلي انت بتعبر الوقت قناتين. يعني انت لو هتشغل الانتاج اللي بيطلع من هذه المنطقة لازم هيعدي التفريعة بتاعت الشرق ثم التفريعة الأصل القديمة اللي هي الغرب. صح. فالأصل فيها ان انت لو قدرت 70-80% يبقى للتصدير و20% للسوق المحلي يبقى نجحنا.